السلام عليكم خوتي نزير قادير. اليوم الخميس 26 شتنبر 2019، والبارح ثلاث في الليل تنظم في أكادير مهرجان المسرح فيتاس 2019. هذا المهرجان اللي كينظمو واحد الشاب وواحد الطاقم معزوين بزاف، عاد حضروه واحد العدد ديال السفراء، منهم سفير ديال ألمانيا في الرباط، سفير السويد، القناصلة المعتمدين، عدد من الشخصيات. ولكن المفاجأة وهو ما حضرش لهم الوالي، ما جاش رئيس الجهة، ما جاش رئيس المجلس البلدي، يعني السفراء جايين من الرباط، كل شيء كاين هنايا، والمسؤولين ديالنا والمنتخبون ما كاينينش. علاش؟ نقطة الاستفهام هذه. بالعكس، حنا اللي خصنا نعاونوا هذوك الشباب ونكونوا حاضرين معاهم ونشجعوهم، ما جيناش لهم، خليناهم هما والضيوف بقاو كيدوروا. كان الفنان الوالي، كان نعمان الحلو، يعني كان واحد الحاجة اللي زوينة، أقل الإيمان وهو نجي ونعاونوهم بالحضور ديالنا. وهذا المهم. للاسف البارح في الغداء مع 12 كان هنا وزير السياحه سجيد، جا هنا والطاقم ديالو اللي معاه، داروا واحد الغداء وعرضوا على الناس اصحاب الفنادق، وهذا كيدويو على القضيه ديال توماس كوك، وقالوا بانه من غير بالتوصيات والحوار اللي كان بيناتهم وكل شيء، حتى شي فندق ما يحتجز الزبائن ولا يطلب منهم الفلوس، لان هذه حاجه تجاريه بينها الفندق والشركه اللي دارت فايد، يعني داكشي غيمشي للمحكمه وغادي يلقاو ليه الحلول. للاسف جوج الفنادق عندنا كانوا داروا شي حوايج لا اخلاقيه للزبائن، كاين اللي احتجزوهم، كاين اللي تحرشوا بهم تيخلصوا صحه. المهم حشومه يكونوا عندنا فنادق، انا سميتهم دي زوتيل فويو عندنا في اكادير، وحتى تحرشوا بشي وحدين اللي بحال دابا اليوم مازالين كاينين عندهم، لا خصكم تخلصوا لا. المهم هذا الموضوع ما غاديش نبغي نرجع ليه بينهم وبين مولاهم. وكون كانت عندنا على الاقل منتخبون، كون شفنا رئيس المجلس البلدي وجر معاه السيد رئيس المجلس الجهوي للسياحه، وداروا على السياح في الفنادق ديالهم وطمئنوهم، لان راه ماشي سهله تكون في شي بلاد انت جاي من اوروبا وجاي للمغرب، واللي كيسمعوا داكشي على المغرب وتلقى راسك محتجز، لا خلص لا ما عرفتيش واش الطياره غتجي ما غتجيش. الحمد لله كما قلت كاين عند هاد الناس هادو اللي هما كانوا كثار، هما الالمانيين والبلجيكيين. الالمانيين القنصليه الالمانيه كانت حاضره بقوه، بحد السفير كان هنايا حتى هو، القنصل كيتحرك بواحد الطريقه قويه. بلجيكا تخلاو عليهم كيعيطوا ما كيجاوبوش، هادوك واحد التكرفيس تكرفسوا من داك الطراز العالي. الفرنسيين كانوا قلال بزاف. عاد دابا المشكله وهو الفلوس، نقدروا نقولوا كاينه ازمه ديال الفنادق والناس اللي بريستاتير سيرفيس معدا، وكيفاش هي الطريقه اللي خصنا نخمو فيها دابا، وهو كانوا دي ريزيرفاسيون ديال السياح اللي غادي يجيو لاكادير، ودابا ما بقاوش غادي يجيو. شنو غنديروا؟ كانوا فنادق، كاين بزاف ديال الحوايج اللي كانوا معولين على هاد لا سيزون دابا ديال السياح اللي غايجيو، خصوصا الانجليز اللي ما بقاوش غادي يجيو. شنو غيديروا هاد الفنادق؟ شنو غيديروا دابا من غير الفلوس اللي ما غيتخلصوش؟ شنو غيديروا؟ واش خصهم يمشيو يقلبوا على دي مارشي باش يعمروا الاوتيلات ديالهم؟ كيفاش؟ علاش؟ امتى؟ خاص حلول عاجله وفعليه. واش غدار ولا لا؟ الله اعلم. المهم دابا غنمشي نجيب واحد الدويره في اكادير وغادي نشوفو كي داير الاحوال، وغادي نقول لكم. وغادي امام الحاميه العسكريه في اكادير كاين هاد الابطال ديالنا، هاد الناس اللي كانوا في الجيش اللي شاركوا في الحروب في الاقاليم الجنوبيه من اجل الوحده الترابيه، معتصمين هنايا كيطالبوا بالتسويه ديال الوضعيه ديالهم. هاد الصباح عندي واحد اللقاء مع شي اخوان هنايا. شوفوا هذا مركب ثقافي عافاكم جمال الدره، واش هادو الاثار ديال القرطاس ولا شنو هادشي وقع هنايا؟ داك ما كانت شي حرب هنايا ولا شي حاجه وحنا ما فراسناش. شوفوا الرايه كي دايره مسكينه. هذا مركب ثقافي عافاكم كيعطينا مستوى الثقافه في مدينه اكادير، كارثي. الجماعه الحضاريه لاكادير هي الداخله، شوفوا على حاله ديال الكلاب، فين ما مشينا ولات واحد ظاهرة خطيرة. وعاد زيد الحي محمدي وزيد شوف شحال مازال كيوصل. خير خويا جواد، كي دايرين الاخوان؟ كلشي مزيان. هاد الصباح هذا اجتمعنا من بعد هذيك الفيديو اللي درت حدا ديك المدرسة ديال السلام، ودوك الباعة المتجولين اللي حابسين الباب مكرفسين ديك الدنيا. هذيك الوضعية ما مقبولة شيء، انتم كترزقوا الله متفقين، ولكن ما مقبولاش من طرف الساكنه، ما مقبولاش من مؤسسه تعليميه. واش انتوما هما اللي كان اللي شفتوا البارح ولا لا؟ لا ماشي هما، حنا هذوك الناس تاعين الزكان
هما اللي كتكب مع جرى لنا فين زكانو وجاو للحي السلام. حنا من المستفيدين الاولين دابا 3 سنين هادي باش التحصينا جاو حصونا وخلصنا لهم ومازال ما داروش معنا الحل لحد الان. ملي كنقولوا خلصوا لهم باش يعطيكم الكروسه من طرف المبادره الوطنيه للتنميه البشريه ومن ثم غادي يعطيكم البلاصه فين غتمشيو. نعم داكشي اللي كاين هي خلصنا لهم الكروسه دابا كتخلص 3000 درهم اللي خلصنا فيها. عندنا الروسيات ديالنا دابا 3 سنين هذه كنغندير معكم الحل والساعه مازال ما داروا الحل لا والو. الى يومنا هذا ما كاين جواب. دابا نتوما خدامين ولا ما خدامينش؟ 46 كلها ولا لا؟ دابا حنا 15 يوم قبل الدخول المدرسه حيدونا ما كناش خدامين حيدونا. شنو قال لكم نتوما؟ قال لك اسدي جدو حدا المدرسه ومخلين واحد الجهه اخرى الناس في واحد البقعه تما ديال مولاها الناس خدامين تما وحنا حيدونا. حنا هذوك ما حسدناهمش حنا يديروا معنا حل حتى حنا يخلي يديروا شي بقعه فين نريحوا حتى حنا. حيدوكم من الى بلاصه من المدرسه؟ من حدا المدرسه. مزيان حدا المدرسه. والبارح كاينين الناس كاين الباعه المتجول كاينين هذوك الباعه المتجول ماشي محسنين هذوك ديال انزكان الناس تاع انزكان ما محسنين ما والو الناس المحسنه ما خدامينش. ولكن السلطه اللي خلاتهم يجيو علاش السلطه ما خصها تحيدهم؟ هو هذاك شي شغلهم هذاك. لا ما كاينش الا حطوا لهم مخزني تما ولا اللي حصل يديو ليه الكروسه الفوريان ما عمره يبقى يرجع. نحيد لك اليوم غدا بعد غدا ثلاث ايام داروا لينا داكشي داكشي داروا لينا في الاول حنا فاش خلينا لهذوك الناس اللي دخلوا لهذيك البقعه دابا ماشي ديالهم راه السلطه كتحمل مسؤوليتها في هذا الشيء. تبارك الله عليكم بارك الله ان شاء الله خير. خويا عبد القادر صباح الخير. صباح النور اخويا رضا الله يشهد. انت من الشباب اللي كاينين دابا حاليا خدام هنا ومعروف عند الساكنه الحمد لله وكل شيء. انا خدام هنا في السوق معروف الاخلاق ديالي معروف كل شيء الحمد لله. الحمد لله. واحد القضيه اللي بغيت نسولك عليها المستوى الدراسي ديالك. المستوى الدراسي ديالي انا حاليا كنت في جامعه المنزور دابا عندي الدوق وهذا ان شاء الله ناخذ ليسونس ديالي. تبارك الله الله يعطيك الصحه. لا هذه كنحييك عليها الله يجازيك زعما كطالب جامعي يعني بنادم جدي كنقرا وكنخدم في نفس الوقت يعني بقات مع الوقت الظروف كتحكم عليك دير اي حاجه. الحمد لله. لا ماشي عيب ماشي عيب. انا حاجه وحده اللي كنعيب عليها خويا جوج حاجات وهو امام مدرسه انا ما كنوقفش فيه شخصيا ما عنديش فيه بلاصه وما كنوقفش فيه. انا كنوقف في البلاصه فاش كنوقف هي ملك خاص ماشي ملك عمومي ديال مول بقعه هي عندي الارض عندها مالها ما تنوقفش انا في الكودرون ولا في الميكرو ما كنوقفش فيه. اللي تشوف يلاه شفت البلا ديال بعيدا على المدرسه ما تنوقفش المدرسه وهذوك اللي كيقفوا عند المدرسه هنا راه غالبا ديالهم كيكونوا من طراز كيكونوا من بزاف جاي من احياء واحده اخرى من احياء اخرى ماشي ما خداميش انا رسميا اصلا كيجيبوا الوقت كيبراسي تما ما عندوش هو حاجه واحده اخرى وهو كاينين الناس تما من الباعة المتجولين تصرفات غير اخلاقية كاين عيالات كاين بنات كاين كلشي الناس تما كيقولوا يعني هضرة نابية المستوى ما كاينش. واش نتوما بيناتكم ما يمكنش الدور فيه ما يمكنش الدور فيه يقدر يدافز معاك يقول لك اشكون انت اش بغيتيني انا يقول لك انا راه حر في راسي فهمتي. اي داكشي هذاك هو الاشكالية دابا ما بقاش تحكم على بنادم كامل على كلشي. واخويا عبد القادر كنتمنوا شي حل وقيل حتى انتم بغيتوا الحل بغيتوا تحيدوا من هنايا بغيتوا تشوفوا شي حاجه حنا بغينا شي حل حتى حنا وبغينا حتى حنا بحالنا بحال يعني ما بغيناش نبقاو مهمشين هكا في الزنقه اللي يجي يبقى يجري كيقول انتم سدوا الطريق ما سدوا الطريق يعني هذا راه مشكل راه مشكل راه فرض راسه في الواقع فهمتي مشكل راه فرض راسه هذا مشكل ما يعني الله يصوب لكم اخويا والله يسهل الله يسهل عليك اخويا الله يسهل عليك والله يعاونك في قرايتك وعلى الحياه ديالك وكل شيء. تبارك الله عليك اخويا. سلام طالبه غير فين ترزق الله علاش ما لقاوش لهم حلول غير بعدا غير فين يحيدوا من تما ويخدموا في بكرامه ويدخلوا فلوس كرامه كلهم عندهم وليدات مثلا. دابا غير اقتراح هذا شوفوا هذا الملعب قداش نا هو ما شحال من هكتار هنا كلشي مسخ كل ترقيعي مؤقت علاش ما ناخذوش مثلا هذا التيران هذا هانتوما كتشوفوا واحد جوج ديال الشباب تما كلشي مهرس ندخلوهم هنايا نصاوبو نأطرو ونقادو بين ما لقاو شي ارض وديك الساعه كلهم نحولوهم. كاينه تقريبا 46 اللي محصيه رسميا وكاينه تقريبا واحد 60 اخرى نقولوا حنا في كلشي واحد 130 ديال الناس. هاد غير هاد التيران ديال الباسكيت وهاد هنا جريده الا قاديناها قاد بهم ولكن ديروا شي حاجه زوينه في بلاصه ما هاد الناس هادو بقاو نجريو عليهم مش مع الفار نؤرق السلطه نؤرق وكنخسروا وجههم مع هادو هاد الناس هادو ملي كنجريو عليهم شنو غيديروا في نهار وما صوروا التريال. دونك عافاكم السيد الوالي كل شيء بين يديك لازم التدخل ديالك العاجل باش على الاقل انا قلت حل ترقيعي نعطيهم واحد البلاصه ويجيو ويخدموا ويسينوا كلهم التزام النهار غنلقاو لكم راه غتحيدوا من هنايا وصافي يعني ماشي ولا بدا راه غادي يجلسوا ويولي تيتر ديالهم. جيت للمسجد ديال مستودع الاموات سبيطار حسن الثاني والسونتر ديال الاونكولوجي ها المسجد وهنا بلاصه المراحيض ها هي اوف كلشي خالص شوف هاي الحاله
ما يمكنش ليكم واحد الريحه خانزه. هذا في الناس كتوضى، في الناس غيتوضاو، لا ما يمكنش، حرام. وهالمسجد عيب وعار. هذه دابا الوحده ديال النهار، شوفوا في الحي محمدي هذاك مطرح النفايات عاوتاني اللي دايره البلديه، ها هي كتحرق الازبال. غادي نمشي ليه وغنشوفوا عاوتاني شاد الفضيحه. قال لك جائزه التدبير البيعي حشومه، شوفوا كيفاش كيلوتوا الجو المجلس البلدي ديال اكادير، عيب وعار. والساكنه ساكته حتى واحد ما كيدوي. شوفوا على فضيحه بعدا فاش كنا داخلين هنايا لهاد البلاصه هادي مطرح النفايات، كاين واحد تما من المجلس البلدي خدام وكيتخلص عند الشاحنات كلهم 20 درهم اللي دايزه هنايا، باش من صفه كيتخلص عندهم، باش من صفه شكون فيه كيمشيو دوك الفلوس، شحال من العشرات ولا نقولوا المئات ديال الشاحنات اللي كيدخلوا هنا. شوفوا دابا هاد الدواور اللي كاينين لهيه، اي تاوكت هاد الجبال اللي هنا، اش غادي يشموا؟ عندهم الفقر مساكن، عندهم الهشاشه، عندهم اللي بغيتي زيدهم بالحساسيه، زيدهم بالامراض. راه عاد تشعلوا العافيه هنا ومازال غادي تشعل في الشيء الاخر، راه شوف شحال ديال الربيع كارم وتخربيق. دابا هذا المجلس البلدي بغيت نعرف اش كيخمم، انا بغيت نهزهم كاملين ونجي نسكنهم في هذوك الديور ديال هذوك الناس فقراء مساكن اللي غادي يشموا هادشي كله. واش هادو حمقين؟ واش ما عارفينش راه المغرب سينا على اتفاقيات؟ هذا هو التسيير ديال النفايات. احرق شعل العافيه ومن الفوق زايدينها عند راسهم، راه هما كيديروا شي حاجه مزيانه وكيسيروا بطريقه مخيره، وهما كيلوتوا الدنيا كامله حشومه. الله يدير شي تصويب هذا الخير. وكنتمنى من السيد الوالي عاوتاني مره اخرى، ممثل صاحب الجلاله، خصك تدخل، هادشي ما خصوش يبقى في مدينه اكادير.